اسم مميز جدا، تحويشه، وده مبادره عاملاها الدوله علشان تمكن هذه او هؤلاء السيدات من رفع مستواهم الاقتصادي وعلشان يقدروا يعملوا عدد كبير من المشروعات. خلينا نعرف تفاصيل اكتر دكتوره منال ابو سمره، مقرره المجلس القومي للمراه في محافظه المنيا، معانا على الهاتف مباشره. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت توضح لنا يعني ايه مبادره تحويشه، الهدف منها، هتستفيد منها المراه المصريه بالتحديد ازاي؟ مبادرة تحويشة دي من المجلس القومي للمرأة مع البنك المركزي، معمولة في 20 محافظة، التارجت بتاعنا 20 محافظة اللي داخلين تنمية الأسرة وحياة كريمة، تم تنفيذها في 14 محافظة حتى الآن، وهنكمل إن شاء الله لغاية ما نكمل ال 20 وبعد كده ندخل على باقي المحافظات. فكرة تحويشة بمنتهى البساطة تعاملنا مع السيدة البسيطة اللي في القرية واللي في النجع، ازاي تحوش، فكرة ادخار وبعد كده اقراض. فكرة بسيطة جدا، بنكون مجموعات، كل مجموعة بتتكون من 20 سيدة، بنعمل لهم اسهم، تقدري كل اسبوع تحوشي كام من فلوسك، السهم ب 10 جنيه حاجة بسيطة جدا، ماكسيمم 50 جنيه في الشهر في الاسبوع، يبقى الست كل اسبوع تقدر تحوش سهم واحد 10 جنيه، اللي تقدر اكتر الماكسيمم 5 اسهم 50 جنيه عشان ما يبقاش فيه فرق كبير بين الست والثانيه. الجروب بيبقى 20 سيده معاهم ميسره ماسكه الجروب ده وبتدي اسم. الميسره بتبقى ماسكه 20 جروب، يعني ماسكه 400 سيده. يبقى كل جروب فوقيه ميسره وفوقيه مشرفه قريه وفوقيه مشرفه محافظه. في محافظه المنيا عندنا عدد 150 ميسره ومشرفه قريه ومشرفه محافظه. المجموعة زي ما قلت لحضرتك بيبتدوا من 10 جنيه في الأسبوع لغاية ماكسيمم 50 جنيه. خلال الشهر الواحد الجروب الواحد يقدر يعمل له في حدود 4000 جنيه يحوشها، خلال الثلاث شهور هيبقوا 12000. بعد الثلاث شهور تبتدي بقى ال 12000 دي تقدر تبقى معاها نواة تعمل ترو. نعلمها بقى تقترض. يبقى الأول علمناها فكرة الادخار بطريقة سليمة بطريقة صحيحة، وبعد كده هنعلمها فكرة فقط من المجتمع بتاعتها. ده بقى ما بيتمش بطريقة العادية، لا اكيد بالبنك. اكيد في شروط للالتحاق بالمبادرة دي دكتورة. ايه أنا بقى الشروط؟ انا مع حضرتك. اتفضلي يا فندم، ايه اكتر الشروط اللي المفروض تبقى موجودة علشان السيدات يقدروا يلتحقوا بالمبادرة دي؟ إن السيدة تكون تعرف أساسيات القراءة والكتابة، الست تكون بتعرف تمضي اسمها، بتكون بتعرف تكتب، بنقدر نعلمها عشان نعولها بعد كده على التحقيق الرقمي، لأن الكلام ده كله طريق البنك، يبقى البنك يبقى لها فيزا، وبالتالي تبقى عندها أساسيات القراءة والكتابة. ندخل معاها كمجلس قومي للمرأة بنعلمها بقى كل الشكر ليكي دكتورة منال أبو سمرة، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا، شكرا جزيلا ليكي.